اليوم يقولون انه رواتب يعني إدارة الصحة نينوى اليوم الحدث ما مستلمين رواتبهم من الشهر الماضي. نعم، يعني هل هذا الكلام صحيح اليوم؟ يعني هذه العالم يعني قوتها اليومي على هذا الارتفاع والغلاء المعيشي، نعم. يعني شلون ممكن انه العائلة او الأسرة تدبر نفسها واليوم احنا صار لنا في على شهرين اليوم رواتب وزارة الصحة في نينوى ما مستلميها؟ احنا اليوم الثالث انا كنت موجود اليوم، يعني ثلاث ايام بقى معنا الرجال مدير الصحه اللي استلم جديد الدكتور حسن العنزي، حقيقه يعني نتوسم بينه الخير ان شاء الله. رجل جدي، يعني منذ ان استلم جاء كتابه بتعيينه كمدير صحه بالوكاله، حقيقه ترك مكانه ترك هذا، قال انا همشي رواتب موظفي الصحة. نعم، وهي صارنا ثلاث ايام بعد نشتغل عليه، الحمد لله كملنا الكتاب من دائرة المحاسبة ومن بقية الدوائر، بقت عندنا فقط توقيع معالي الوزيرة الست طيف سامي. اليوم موجود أمام كان المكتبة لحد الساعة يعني 12 الظهر كنا موجودين، ولكن كانت هي في اجتماع خارج الوزارة فوعدتنا خير إن شاء الله، سوف تصرف الرواتب خلال هذه الأيام القليلة. نعم، الجاية.